السلام عليكم. عليكم السلام. اوه شباب، هلا هلا. من اللي يجمعكم؟ خل ابو صراصه بس. يا حبيبي من اللي يجمعكم؟ اي شغل بي سي على البركه. يبي لنا محبه صابي بعد ايش يكملها. صدقك هلا 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 صديقي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ تمام، انت شلونك؟ شو الاخبار؟ والله الحمد لله. هو زفر تكس برو. يلا يلا، امونجاس امونجاس، بنكذب، من زمان ما كذبنا. مشكله عيدان اكثر واحد يحن عليه ويصاد بسرعه. عبد الله. ايه عبد الله القاتل العود بصدقك. هو الدكتور، لبس الدكتور يذبحنا. تبون نطلع ولا نكمل ولا شنو؟ كملوا كملوا جيمكم ولا تطلعوا كيفكم؟ ما راحتكم نطلع اللي ذبحني عبادي، اللي ذبحني. هلا كاربون، ويلكم ويلكم كاربون. هلا هلا بوسترين. ترى في بعد واحد، خلني بعد واحد ويانا. باك ما يعرف ينزلها. لا والله والله ما عنده فيزا، اذا بستيب فلوس ما عنده فلوس. مجانيه مو فري هذه. لا علم عيدار ار او. لحظه هلا قول السفر. لا اي ما راح نخلص تي. لا 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 تي ما راح نخلص. شنو تعلمه ودش عليه علي ولا خلاص تمام. بوستر تمون ادري كيف. سبعه احنا سته واحد اتوقع. واحد زيد اذا كان 10 2، بس احنا 6. هم خلي سيرفر 6 بس. شو اسم الكود؟ كم رقم الكود؟ بخليه 15. طيب خلي 7. درباك ترى شو اسمه راح يبث حق العالم، الكل يشوفه بعدين. كان حريف ما يطيح على البوستر. والله ياخذها شخصيه الموضوع. هذا اللعبة مجددينها مبين. حطيت الجنرال للتشنل الكود يا اخوان. الحقنا شنو الحين؟ الحقنا دش على تويتش عيدات، فادري لا دش تويتش. لا 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 دش. صح صح. لا 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 يجوز. يلا يلا كاخ، قاعد اخذ الكود. اهم شيء انه مخليني انا الليدر. اللاين دي او بي جي اف اف. درباكم ترى انتم بالبث. ها ترى قاعد دي يو بي جي اف اف. دي يو بي جي اف اف. دي يو بي جي اف اف. يلا خوش اغنيه. ايه مناطق دي يو بي جي اف اف. جوزيف حطيت عداد قاعد يبث. عداد ايوه. بس لحظه لحظه، دي يو بي جي اف اف. حطيت حطيت. ما يصير يا صديقي. دي يو بي جي اف اف. دي يو بي جي. شنو اللي مو قاعد يطلع معاكم؟ الماركه يو شنو؟ دي يو بي اي. دي يو بي بي. مو بي مو بي بي. علي ترى انت صوتك قاعد يطلع بالبث، دير بالك. ها صوت علي صوتك قاعد يطلع. قاعد يبثنا. You're disconnected. حيا الله اللي دشه وحياكم الله. منورين، راح تضحكون ضحك الحين. وين وين؟ زين يلا دي يو بي. ما ادري شو طلع لك ابو خليل؟ ترى مو مبين، مو مبين عندي هذا. اي نفسك انا. قاعد احط الكود اللي حطه شو اسمه ما دي يو بي هذا. اي ما لا شوف. غير غير. حط دي يو بي. من يامي جامي اسمه دي اف اف. يامي مكتوب انا ما ادري كيف. ايوه تحت. صح اللي بتشوف البث كاهو. جي اف اف. بس لا حد يغش، بس لا حد يغش يا. لا ابراهيم راح يغش. قال اوريدي هو قال نطلع بال. نزلوا نزلوا البث، لا تغشوا عشان اللعبه تصير حلوه. بس خالع عرف على علي. انا نزلت شو اسمه علي. يامي اسمه ناصر من البحرين.
من الضحك من الضحك هذا اول كذبه عيدان هذا اللي يسولف لك عنده عيدان هذا هو عيدان يا مين شاك ونعم والله ونعم انا بحالك ايوه انا كنت بسيرفر هذا لا شو الاسم هذا لحظه بغير اسمي اندوكريس وين اغير اسمي ايش على سيتنج سيتنج ريت على هذا والله مو مو سيتنج صدقني جنرال 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 برا مو لازم يطلع برا يروح عند الاكاونت لازم تطلع برا وتروح عند الاكاونت اكاونت ايه مانج اكاونت بطاقة برياض هلا دي يو لحظة لحظة برياض قاعد يطالع بث عيدان برياض دي يو طالع البث ما يصير دي يو بيب بيبسي ايه جي اف اف ما يقدر جي اف اف من تلفونه بش اسمه ايه صح غش من باقي من باقي من باقي راح اطفي ال من باقي باقي ابو يوسف واحد ناقص ورياض يلا يلا دشيت دشيت بس كامل موجود كملنا بلش كملنا اي يلا ملعين اقول لكم انا مو بوستر يلا كيفك هو لا احد يسولف في هذا ها هدوء ما انا بحلف يا اخوان افتح مايكك ويوسف ونذبحه هذا من المتشرغد برياض انا واحمد كذا بالنافيجيشن انا كنت شايفكم مساعد شفتكم بالنافيجيشن انتوا يا توتي انا توني طالع من النافيجيشن رايح حق الوينج اسوي شكله انا صاب سكيورتي بالممر انا كنت هم عند الجنريتر انا كنت عند الجنريتر كان ما ادري منو يمي كان كان ابو يوسف كنا على اليسار منو كان يمي على اليسار قصدك الانجن ايه من الانجن من زمان من زمان ما لعبت اللعبه فما حافظ اسامي للحين انا يوسف وين جبته بالنص من بداية اللعب مساعد قول يمنا بداية اللعب وين المكان لا الجثة بالكافتيريا ايه انا اشوف واحد هذا اليمي مو ما يعني طول اللعب مو معنا يعني ما شفناه لا انا شفت لا. يمي انا شفت يمي كذا مرة يمر من يمي وانا اساسا كنت صاب الاوتو ايه مر بالممر يمي يمي يمي, أنا... يمي ممكن ما ادري بس انا اشك فيه صراحه كنت مع ابو يوسف اسف كنت مع عبد الله انا اشك فيه يمي انا الوحيد يمي... اللي حاطه معاي بالنافيجيشن احمد من كان وياي تحت على اليسار ما حد كان معك انا يمي انا قاعد اقول لكم انا شفته كذا مره مرينا من يم بعد ايه صوب الاوتو بالممر انا سكيب فويت لانه ماكو دليل إيه قاطع او ما 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 يعني ما اقنعنا ابو يوسف بالموضوع والله ليش ما انا سكيب والله غريبه الحين تبين عاد
اتوقع فيلتش بينه طقيت سكب. الله حرام عليكم. خالف اي خالف يا ابو يوسف. لا شباب اللي يموت مفروض ما يسولف. اللي يموت خلاص هدوء يصير ميت خلاص الله يرحمه. سوقه جماعه الخير بقول لكم شيء. يامي ايش قال؟ انت الاصفر ابراهيم؟ انا الاصفر طال عمرك. اوكي معك اخوك الاصفر بالخير. قال انه مو ابو يوسف وطار طار برياض ها اصابع الاتهام تتوجه حق منو؟ انا شفت انت يا احمد وعبد الله كانوا موجودين. اصابع الاتهام تروح حق توتي او يامي. انا شفت توتي. شوف انا شفت توتي وتوتي شافني بس احنا ما شفناك. انا كنت موجود يم ابو يوسف وعبد الله وطلعت رحت الكافتيريا بكمل التاسك. انت تو قلت مريت عند الكافتيريا وين كانت الجثه؟ ماكو طق على طول ابو يوسف. انت انت كنت اقرب واحد عند الحلفي عند الكافتيريا. ما يخالف برهوم عليك. صوت ان حتى تبغون تصوتون علي صوتوا علي. انا بصوت عليك صراحه لانك وايد انا ما عندك ادله كافيه الصراحه. انا اشوف يامي وعقبها كيفكم انتم يا اخوان و... والله ما ادري انا صراحه مفروض سكيب الصراحة بس برهوم برهوم ما عنده دليل الغلطة. انا صوت على اخوي يامي وان ما كان يامي توتي على طول. ما ماكو حل يعني. ما في احد. سكوت توتي مشكوك فيه والله. المشكلة انا كنت لحظة الحين خلاص هدوء صح؟ مفروض ما حد يسولف. مفروض انا ببرئ اثنين مستحيل انهما. نعم مو عبيد ولا علي. من عبيد ومن علي؟ توتي علي. ايه خلنا نمشي على النكنيمات علشان لا نضيع. بي اس انا عبود لانه صلح عبيد رقم واحد. رقم اثنين علي قدامي قاعد يركض وعلي قاعد يلعب جويستيك ما يعرف يطق بسرعه. عبد الله انا اول شيء صراحه احط لك كل احترام كونك انسان كبير وكذي وهذا بس ما عرفت الكذب منك. اثنين انا اشك بيامي ليه الحين لان عندك سجين انطق لك سجين. انا سكرت واحد رغم 7-1-6 او شغله شيء مريت عند غرفه يامي ما مر عندها ما دش الغرفه سكر لك سجين وتسكر لك سجين. انا وياكم طول الوقت انا وياك طول الوقت قاعد احكيك ابي اصيد غلطه فيك وقاعد الحقك تقول لي شاك بيامي ورحت لهذا. انا سكيب فويت بس خير ان شاء الله. الوعد قدام الله ينصر المظلومين طول عمره. سووا التاسك مالتكم تكفى ابو يوسف ورياض. التاسكات اهم شيء بس لازم ال اوف منو حط علي؟ افضل تحطون الوان احسن مو اسود اللي صوت تبيت. لا تسولف
ايه لا حد يسولف، لا حد يسولف. ايه يا المقبور. توتي يا الربع، انا شكي بدا يزيد بشكل مو طبيعي بيامي. السبب السبب ان انا بغرفه الكاميرا قاعد طالع، قاعد اراقب، قاعد اشوف بس احمد وعبيد، وقاعد اشوف ابراهيم قاعد يتحركون. والله انا شكي قام يزيد فيك انت يا توتي. انت اسمع خل اكمل كلامي، انا مساء ما قطعتك لو سمحت اخوي ابراهيم، عشان اتكلم. تفضل اخوي. يعني زين يامي ما قاعد اشوفه بالكاميرا نهائيا، وفجاه كان يخترب الاوتو. انا طفيته. انا احنا صبقنا. لا لا حبيبي انت صب... هذا دليل انك انت توتي توتي توتي، هذا دليل انك انت ما تفهم. تغي ليش؟ لان الاكسجين مرتين صار، الاواغ الاولى كان فوق على اليمين ورحت انا طفيته، انت طفيت الثانيه، شو ما تدري عن الاولى؟ انا اشهد ان يامي طول الوقت انا قاعد امر وياكم. يطفي الامبوستر، يقدر يطفي. صوت على منو اخوي ابراهيم؟ انا صوت على اخوي توتي. ما في حال انه مو اخوي توتي بس، خلاص خلصت اللعبه يامي وننهيها. انا بطق سكيب. طق سكيب لانك تحب علي فما تبي تصوت لعبه. لا لا والله ما في دليل، كلكم ما عندكم ادله. حين تشوف الدليل باذن الله. هذا اللي صوت علي اللي هو توتي اكيد. شوته يسوي المهام تكفى. يا اكيد ذبحته ورحت حطيت عليه صح؟ يا عمي يا عمي يا عمي يا بويد. لا ما يصير كذي عاد. كنا انا واحد
خربت الكاميرا قاعد طالع الكاميرا تقطع تفضل مع ابراهيم قلت اروح اشوف انت جبتها في احد بين نحرت اربعه نحرت اربعه والله كذاب عود كذاب وصار لك كلام الحين ابراهيم ناصح شفتي اخذها بدك الحين اي شخص بتحط عليه حتى بتحط علي انا بصوت عليه لا لا ما له شغل ما له شغل لو تفكر فيها ابراهيم لا انا شكيت فيه يا عمي بس دش معاي الاكسجين ترى كل جيم ترى غير عن الثاني ابراهيم خليك ذكي حط التصويت الوان اي احسن لا المفروض اي صح عشان يبين صح كفو كفو شباب الله عافيني يا امي قلب المحور ولا من اول لعبه وانا شاك فيه بس ما له شغل ما له شغل يعني شنو معناته انا 24 ساعه كذي لا ما له شغل وشكك الواحد فيك حين انت على السالفه هذه الامبوستر هذه اللي بعد اللعبه امبوستر يعني اكيد لازم بس مو معناته انا كل جيم راح اكون كذي خليك ذكي شوي بس لا انا صراحه عندي ملاحظه لازم شويه تلعبون بطريقه صرش ديتكتيف شويه اذكيه مو انا هذا لا ما لا عط خليك كونان شوي ليفل 1 شوي يعني هي الكراميني تو سادحني سدح هم اثنين مع بعض يرقبون مع بعض من اول لعبه عبد الله وعبد متشغلب لا احقل انا كنت شاك بعبيت صراحه بس قاعد اشوف بعدين الموجود ايه بس شلون صرت جبت انت فوق عبيت صعد تخيل عبد الله كان بيطوفني كان يرجع مره ثانيه انت في احد ناقص؟ لا كلنا موجودين سبعه الكتريك جثة بالرياكتر انا صاعد من الالكتريكال وابراهيم كان نازل ما ادري اذا هو يمكن ما شافها ما ادري انا عن نفسي توني طالع من النافيجيشن بروح الادمن شنو قاعد تسوي التاسكات توتي؟ توتي ايش قاعد تسوي التاسكات؟ انا قاعد اسوي يوسف كان بالالكتريكال يوم سويت الكويست مالي بالالكتريكال طلعت كان لحم بالالكتريكال طلعت صعدت حق الابر انجن كان اشوف ابراهيم نازل وانا رايح بس شنو اول تاسك عندك شنو كان توتي اخوي عبد الله انسان تبارك الرحمن انسان ما طلع من لسانك الا الصدق انا عن نفسي صح كلامك ودشيت يم ابو يوسف وقفت يم ابو يوسف
اي انا ما ادري انا طلعت من اللي 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 لجنه المتحلفين ما يسمونها هذا اللي قاعدون يبون يصبون اصابع الاتهام علي انا ما عندي ادنات مشكله. انت وين كنت ابراهيم؟ جيت يا ابراهيم ثانيتين واخرت. صحيح صحيح بس انا لازم معك بالنفس. سكيب سكيب انا ما انا سكيب فوت انا الحين ما في ادله كافيه سكيب ميتو منو اللي طقني؟ ليش مو حاط الوان؟ شوف يعاند يعاند. انت يا عمار قايل لي شيلهم. توني قايل لك حط الوان. بس 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 حتى انا قلت. يا يبتذبعني صدته. بو يوسف ميت ولا من اللي عابر؟ دريم عابر واول ما شافني نازل له شال يلحقني. بس اشول انا في تر منو كان مع يامي فوق افوق من بعد ما طلعنا من الكافيتيريا ما في احد. من طلعتنا من الكافيتيريا ما ركزت والله العظيم. شلون دريم دريم انا ما حد يحلف ما لا حد يحلف شباب. دريم انا مريت بعد ما انت ذبحت بو يوسف. الحين يامي اللي طق ريبورت خلنا نسمع من يامي شنو بيقول. اي صدق انا قاعد اسولف ونسيت اني حاطه ميوت. قاعد اقول دريم هو الامبوستر. ليش انا كنت نازل ترى انا قاعد اسولف بس كنت حاطه ميوت الشباب سموحه نازل ولا الحبيب دريم بعد ما عديته ولا بو يوسف طايح ميت. دريم مر يم الجثه ولا حتى عطى شو يسمونه معناته هو اللي ذابحه. كلامك مو صحيح تدري ليش؟ ايه انا جاي معك توني بطق شان تطق كذاب. انت مريت نص كيلو صعد فوق وذابحه بنص ذابحه بنص الطريق. شلون شفتني مريت نص كيلو؟ اول شيء كان في كاميرا شفتك لا لا شوف الكاميرا تصيد اماكن معينه ترى ها في اماكن ما تصيد هالكاميرات. انت كنت بالديد سبوت. شوف طالما قاعد تلف وشي عيل انت هذه على قولتهم هذه ابيخ طريقه حق النحشه اللي هو اسلوبك هذا. هذا على قولتهم موجوده بالبيجنر بوك. يعني انت ما حطيت ولا دليل انه مو انت. انت ما قدامي وانا كان لو كان اثري طقت على الجثه ما مداني. انت جيت بطق كان تطق كذاب. احنا جايين عكس بعض. انت كان عندك ربع ساعه عشان تطق هذا. انت حبيبي هذا انا اشوف انا شفتك انت شفتني ذبحته ومبروك. لا ما شفتك ذبحته شفتك مار ومخلي الجثه وعابر متوهق. اللي من الاهال اللي صوتوا هو انا بس ادري من اللي هال اللي صوته عرفت بس قبل الله منو منو اذكر اسامي. انا نقذتك يا ابو يوسف نقذتك. اي لا كلامك مقنع صراحه. صوت الله عليك مسكينه كلامه مقنع عسى انه يطلع غلط بس صوت
أقنعني عيدان إنه مر وكذي يعني وهمية، بس قلت إذا مو أحمد عيدان. لا تشوف هذا طريقة غلط يعني، هذا إذا مو أحمد عيدان وما شنو كذي ما، بس شوف كا يعني صدناه قاعد أقول لك لازم تمشي مع الأدلة الصح. في واحد ما دش. السلام عليكم. طبعا عبيد صوت عليها. غنعني رياض غنعني. أنا صراحة أقنعني. أنت أوكي بس عبيد عريها. سؤال سؤال تفضل. انت مشغل ان احد يدش بالزباله؟ لا برياض كبار يدش بالزباله. زباله ولا البنت يقصد هذا عيال شباب؟ انا كنت بالجيم صوب بالجيم. شنو صوب؟ ما في مكان اسمه جيم. شلون شفت انا شفت صوب بالزباله؟ انا ما كنت صوب بالزباله نهائيا. ما في اصلا ما في مكان بالمرحله كلها اسمه جيم. ما قال كذي ما قال كذي الا هو. منو ما فهمت انا شو السالفه الحين بنصوت على منو؟ احمد القاسم. شفت احمد طلع من منو احمد اللي هو دريم؟ دريم هو قاعد يقول شاف لا 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 مو كذي مو كذي مو كذي شباب لازم نعرف الحين يا سكيب فوت. لا تنسوا اذا سوينا سكيب فوت اللي مصوت ما راح يستفيد من اللي بوينتنج هاندز على قولتهم، فلازم تقنعنا. ليش احمد شفت عند الايفنت هذا اللي يزلم بالزباله؟ انا مو بالايفنت اصلا، مو بالايفنت صاب الجيم. انا كنت قاعد اسوي مهمه. اي منو اللي كان عند الجيم هذا اللي فيه اللي قدام الطق مثل صواريخ طق ما ادري شنو هذا؟ منو انت اي واحد راجل؟ لا لا منو هذا اللي صار في يقول صواريخ؟ منو قال صواريخ؟ دراجون اللي قال صواريخ. دراجون ايه اوكي، لان مو هو اللي كان دراجون، انا اللي كنت قاعد اسوي المهمه. شلون ما يصير اثنين بنفس الوقت؟ معناته دراجون كلامه غير مقنع الصراحه. قول لا انا قوت عليه الصراحه. انا اقول لكم لا، شوفوا راح تعرفون السبب الحين. بس بينت شلته فلتها بينت. هدو شباب الحين شنو كملوا التاسك؟ هذا احمد انا اثق فيك. اعتقد انها واضحه. منو ما فهمت منو فيلك شيء؟ احمد قال انه دراجون طلع من البنت، شلون يطلع من البنت وهو مو بوستر؟ اي صح زين. ايه وبرياض ودراجون طلع مو هو الامبوستر، فمن اللي خلانا نقتنع؟ احمد صح زين. خلاص بصوت على نفسي انا. شلون صوت على نفسك؟ انا سكيب فوت الصراحه، لان ما في شيء مقنع. ما في شيء مقنع الصراحه. سكيب فوت انا. اقتنعت منه فصوت على نفسي. انا سكيب فوت. شوفوا الهبل شوفوا. في شيء غلط. شوف لكم النهبة العظيحة. بدأ أصعب الألعاب هذه. أوه.
لقيته؟ وين لقيته؟ توني رايح اصلح الاكسجين اللي تحت عشان القى ديت هناك. اوه الاكسجين؟ اي صوب الاكسجين؟ اه الاكسجين بالادمن بالادمن يا مي كان يمي انا بالادمن انا كنت ويا ابو يوسف الاصفر الاصفر انا كنت ويا ابو يوسف الاصفر عبد الله ابراهيم اصفر انا طالع عمرك الاصفر يا اكوان انا ما ادري انت اي اصفر فيهم بي اس ولا هذا انت الاصفر هذاك حليب الحليبي يعني انا اقول لكم شيء ترى اللعبه طيق يلا منو اللي ما صوت؟ صوت البير بعد شوي يعني محتسب لكم اجور والله يهديكم يلا منو اللي ما صوت؟ منو هذا؟ يلا يلا انا اللي ما صوت انا ما صوت بس انا ودي افهم ان ابو يوسف لين حط اصابع الاتهام علي على اي اساس؟ عبد الله شاف البرياض ويامي كان يمي انت بروحك ايه اوكي بس اذا أيوه. اذا كان هذا منطق انا ما بتكلم علي برياض وين ميت راح يعني اقول يلا معاكم اللي تشوفه رياض بس راح تكون من مقتول والله واضحه منه والله لحظه عبد الله شلون انا عبد الله لان يمي كان يمي بساعه شلون ما يصير تتكلم او شيء اي صح 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 ممنوع الواحد يسولف خلي يخلصون التاسك مالهم ممكن اتكلم افضل انا مو على كلام ابو يوسف بس بتكتيكي انا يعني اشوفه اتوقع ان سايكو ليش لان هو كان واقف لانه كان طاق تاب قاعد ينقي شنو السبوتاج وبعدين تحرك وين كنت واقف كلنا ثلاثتنا كنا واقفين عند الدقمه ثلاثتنا اول شيء انا كنت قاعد اتحرك وابو يوسف كان قاعد يتحرك يمين يسار قاعد يسوي سبام يمين يسار انت الوحيد اللي كنت ثابت كان يصير سبوتاج معناته انت كنت طاق تاب قاعد تنقي شنو يسوي سبوتاج كنت قاعد اكل انا بالعافيه بالعافيه بس صوت لي معناته مصوت راندوم ويا عوافي عبودي عوافي شرايك شرايكم كفو ضبطكم يبا عالريحة عبد انا عالريحة اكون عالريحة يعني انا شرطي حبيبي انا شرطي بس بقول لكم شيء والله جد ترى بورياس سبب رئيسي بطلعت ابو عبيد لان ايش قال خلاص بينت ترى بعد ما يبيل انا على طول شكيت من البداية هم اثنيناتهم غلط بس انا شلون شكيت ان عبيد لانه قاعد يقول انه هو مسكر الفنت اتوقع فاتحها لا مسكره اي شلون احمد يقول انه شاف مرياض دش في الفنت اي قاعد اقول لك بس الامبوستر يدش الفنت Okay.
عاد يقول صحة شيء عافية عافية صحة صحة معك ترجع. وين صايرة الجثة؟ وين صايرة الجثة أول شيء؟ أنا أقول لكم وين ما أدري والله وين. صوب الإلكتريكال الكلب. الإلكتريكال. وكان عبد الله مر. أنا كان عندي إبراهيم وكان سايكو كنا مار وتوتي قاعد يسوي وياي المهمات. بو يوسف ودراغون مختفين بالنسبة لي. لا توتي كان يمي. إيه لا أنا قاعد أقول لك أنا شفته كان قاعد يسكر وهذا. مريت من يمه ما ثبت يميامي. وإبراهيم هم شفته مر من يمي. هذا الحكي تحت بالستورج. شفتوني وانا رايح حق الاور انجن صح؟ لا تسوي نفسك بريء انت. شفتوني وانا مار صوب الانجن. صابع الاتهام وتصب على الكل. خلي سولف دراغون انا ما عشان اعرف صوته اي واحد هو. انا دراغون للامانة انا كنت يم توتي كنت قاعد اسوي الكلاسك. كنت يم توتي؟ لا انا انا توتي كنا يم بعض. اتوقع السيلف ريبورت. شوف ممكن السلف ريبورت ممكن ودراغون انا صراحة يا توتي بي سي لا ما يصير نبي نعرف منه. ابراهيم كان عنده ابراهيم كان عنده الوقت انه يذبحني بس ما ذبحني. كان الباب بسكر بويي بس ما ذبحني. يا اخي انا كل يوم عن يوم جدا معجب في تحقيقك وهذا صحيح ضبطك انا هيك اقول انا ما ادري شفت يوسف شفت عبد الله مره من جد هو اللي صوت طق ريبورت خلينا نشوف بو يوسف شوف اوف 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 سايكو هم مير جنسي ميتينج تفضل شنو تعليقك؟ شوفوا أنا وإبراهيم وتوتي كنا نتشاوف صوب الإلكتريكا اليوم مات دريم وورد كنا ثلاثتنا نتشاوف هو اسمه دريم جير دريم جير ثلاثتنا نتشاوف قاعد نشوف بعض أنا رايح حق البنزين رايح أبيه حق فوق أمر أشوفكم طالعين من الإلكتريكا صح ولا لا؟ أنا الوحيد منو ثالثنا عبيد؟ ها؟ منو ثالثنا؟ أنا وعلي وإبراهيم حلو إيه صح الأصفر كله قاعد تشوف أنا اللي حزت موسى أحمد الوحيد اللي ما شفته الله يرحمك دراغون الوحيد اللي ما شفته ما مريت صوبي أصلا الله يرحمه وبعدين أنا بس للحين على حسب على حسب للحين مو معيار يعني انت الحين عطيت يعني معلومات بس مو بس مو شيء على قولتهم اكيد فهذا نحطها بالحسبان بس انا حطيت سكيب بوست سكيب بس عمر عند قبر اخوي احمد تعال يا ماي وقت شوف Thank you.
لحظة لحظة شباب توتي. نعم. أنا وياك كنا فوق صح؟ حلو. منو اللي كان ويانا فوق على اليمين اللي اختاروا اثنيناتهم؟ واحد منهم سايكو مات، منو كان وياهم بالأصفر صح؟ لا أنا ما أشك بالأصفر، تدري ليش؟ هم اثنين مروا قدامنا. تدري ليش؟ ليش؟ لأنه هو قاعد يركض، وهو قاعد يركض كان يتسكر الباب بويها مرة واحدة. يعني حتى ما اشك فيه بلي يعني لحظه برياض يعني انا ما اشك بابراهيم انه وهو قاعد يركض يخرب الاوتو او يسكر البيبان هذه انت ميت لا تسولف لا هذا واحد متمكن اصلا شاطر يعرف شلون لا بس ما يصير يسكر البيبان ما يصير وهو قاعد يركض يتسكر الباب بوجهه ما يصير لانه لو فتح الخريطه راح يوقف صح انا اتفق معاك اتفق معاك ووجه اصابع الاتهام على يامي يامي وجه الاصابع طبعا لانه وجه الاصابع الاتهام على شخص الله اكبر الله اكبر يعني تخيل لحظه احنا الحين توتي قلب الموضوع كله علشان لا يحوشك وانت من كثر ما مبطل كبدك اني كنت بصيدك حقت علي قلت يامي ولا ومن غير دليل من غير دليل لا لا الشخص نعم فعلا منطقي اللي قاعد يقوله قاعد يقول انه شلون متمكن يطق الاكسجين ويطق يسكر البيبان ليفل 3 انا توني باللعبه ترى عيل اخوك ليفل مسكين انا ويني ليفل 8 اخوك يعني توني حالي من حالك يعني من 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 انت وين كنت ابراهيم شنو المهمات اللي سويتها ذابح ابو يوسف ابراهيم انسى ابراهيم اكسجين وحال لا تسولف وايد ابراهيم لا تسولف وايد واحد اثنين ثلاثه اربع مهمات شنو كانوا بسرعه خلص تصويت صوت ابراهيم نصاب ان شاء الله يطلعونك واطلع على حق شاتو ايه الله يرضى شكي محله على خل انا بصوت على برياض وليش مش السبب تصوت علي يعني؟ لان انا عندي دليل ليش ما يكون انت يعني ليش لان عندي دليل عندي دليل ثاني انت اول واحد تو تحركت ابراهيم ظل يمي شلون تو تحركت والله النصاب ابراهيم كامل المكان الحين عايش شوف حتى الميتين يدرون ان ابراهيم شوف الميتين كلهم عند ابراهيم يا شباب الميتين كلهم عند ابراهيم اذا انا مسوي وانت مسوي معناته بس سكر الباب احا شوف الميتين قاعد يصوتوا واقفين على
تفضل. معرفتي فيك هذه الفترة أنت إنسان صادق، وأفهم إنك المنطق شو يقول. أنا وأنت اللي سكرنا الأكسجين، خلنا نطق الحبيب، وإذا أنت بعد طلعت إمبستور ما أدري شو زي. يمكن يمكن هو يا وقف يمك سوى روحه يعني أنا اللي أطفل يا حبيبي، وهو القاتل. عثنينا إحنا سويناه، هو دش غرفة وأنا غرفة خالصة ما عادت. أنا بروح صوب الثاني بطفي من صوب الثاني. شلون صوب الثاني؟ هو جهة اليمين بتروح جهة اليسار تطفي؟ ما مو منطق يعني. معلش أنا ما أدل عدل أي ما أدل عدل كال خريطة أول 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 ما بلش الراوند. أنا ليش قلت برياب راح تحرك دراجون راح بسرعة؟ صح، لأن إبراهيم واقف يمي قاعد يتحرك، لعبت وهو قاعد يتحرك. إذا كذي إذا كذي يعني بصوت على نفسي. أنا بصوت على نفسي. يلا صوت. شنو بتخرعنا ليفل 24؟ بصوت على نفسي. تسكر أكسجين، تسكر باب وما شنو. لا تصوت برياب، لا تصوت برياب، لا تصوت. خلنا ونوريك احنا اللعب شو صاير. نصاب نصاب. شنو انصاب؟ شلون تنام اصلا بالليل؟ عيل انت ابراهيم، عيل انت ابراهيم الكذاب. انا صوت علي، انا صوت عليك وخلصت اخوي. اذا برياض لا تصوت. قلت نام وانت مظلوم ولا تنام ظالم. برياض لا تصوت. ذابح كل هذيل والله العظيم. شو سبع هذا؟ واحد قاتل متمكن ويعرف يتحكم. انت صوت على منو؟ يا العب كيف بلش؟ صوت علي هو. ما ادري. لا الحين قاعد تفكر؟ والله امتياز. هلا ابو هلا ابو خالد. ويلكم ويلكم. موجود والله موجود. بس خليت لي بريك اسبوعين. انا صراحة حياك حياك ابو خالد والله ويلكم. يا شاك فيكم اثنيناتكم بصراحة. اول مره يلعب صح بالرياض. صدق وايد وايد عجبني بوستر، وايد عجبني. حبيبي والله يا ابو خالد ليش تخاف مني؟ ليش ليش تخاف مني؟ والله العظيم قاعد اصيده وايد. لا لا تشيل، ما صدت ما صدت. والله العظيم ورب الكعبه عندي ادله للراس عليه. والله العظيم صدق ترى اللي سكر الاكسجين انا وعلي، وعلي شنو قاعد يدعم بالباب. ما ابي اواجهك ابد. وانا ادري انه طبعا مو مبين. اضبطك اضبطك. فجاه الباب يتسكر بويد. مسكين يامي مسكين. والله العظيم قاعد قطعني ابراهيم النصاب. انت اللي قطيتني انا كلش مو انا. وانت بابا ابراهيم قلت عيل رسمي هو. شغلتكم نسكم شغلتكم. فنان والله والله فنان. بس من الحين كل التصويت عليك ما في. اوه اشوف والله اللعب تطور مره ما شاء الله. ايه في تطور من صدقك. والله لعبة حلوة. انا مستغرب ان في ناس ليش ما يلعبونها. والله حلوة اللعبة. Navigation and knock.
اوف 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 اللعب اللعب يخرع. اوه توتي انا الباقي هذه انا ما شفت الجثة. بس شفت بو يوسف يطلع من الافنت بالكاميرا. يطلع شنو؟ من الفنت من الفنت يا الربع. بس دقيقة انا سكيب فويت لان بي بطلب بس واصلني ثواني. روح انا وصلت على يوسف لان شفته بعيني بالكاميرا يطلع من الفنت. هذا دليل احمر وما يعني مفروض ما في احد يكذب بهالكذبة يعني. شفتوني وانا اسوي سكان عدل؟ طيب شفتك انا شفتك انا شفتك باقي رياض قوت. والله صراحه ما ادري انا ما ادري بس كب الامانه رياض طلع من البنت شنو سكيب بس خلصت اللعبه. لا ظالميني كله ظالميني. لا لا والله صاده اي والله صاده. مو انت شنو تطلع من البنت افا يا سمي تغدر بسميك. صادق يلا انا اودعكم يا اصدقاء. ليش دوام الصبح لو فيفا ليش الساعه 3 يقعد العب جيم اخر جيم يلا اخر جيم تعال. والله سكرت اللعبه يقول شقيتني كل مره كذي مو صبح يعني مو شيء سايب الرياض موجود. يلا تصبحون على خير يا اصدقاء. انت من اهل الله. وين تو الناس تو فاير من الفيفا صرم يعني بس هاي بطل شاب دي بطل شاب كل ما يلعب فيفا هذا ليش الساعه 3 شيء بس يلعب جي يستانس يذرف. استوى اول مره بحياتي اشوف برياض يلعب صج. ايه حاضرين يا ابو حاضرين غريبه يعني. منو طلع؟ اسكت يعني ويوسف لا اللي طلع علي. شلون صدته؟ صدناه طلع من الفنت. زعل مسكين زعل والله. ايش فيكم بسرعه كذي طقيته انا ما ثاني اغراضي. يلا دش. شنو دش دش توني انا كليت وانا قاعد العب بعد وانا امبوستر بعد. لا انا مو طالبك طالب هيتس. هذه تخيل من السوق كلها مقطوعه. شنو هذه هيتس؟ هيتس مالت الايكوس عيدان مالت دقايق. سو جوين يلا مقطوعه من الكويت كلها. يلا حصلتها بالنت قال لي بعد ساعتين توصل. اشوف وصلت. ليش مقطوعه؟ ما ادري شنو السالفه العبد. اقسم بالله تخيل افتريت الكويت كلها ما في من المغرب وانا افتر. موجوده ابو يوسف احنا من الذقاير بل فين تسوي؟ اقطع سوي عيال انت الامبوستر. حيوان حشيش هذا مو جاوب.
اوب 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 وين وين صدته وين صدته؟ انا طقيت الميتنج انا. ما كنت تدري يعني ها؟ ويامي مع بعض. ايه في واحد يقول لك وانا قاعد اعبي البنزين. ترى اللعبه فيها شيء يمكن لان شفت واحد كان بمكان وطلع بمكان. صوره بينه ما ادري شنو. مرياض كان يم احمد. انت قاعد تطالع هذه الشاشه ها؟ ايوه توهكت. عادي عادي. لا عادي هذا كان بمكان هذا راح المكان هذا. ايه عادي. لا لا. انا كنت مع برياض واحمد وخرت عنهم. اوف علي وين راح؟ برياض الكلام صحيح كلام يوسف؟ لا انا للامانه عند البنزين ما شفت احد الصراحه. انا كنت وياك ويا احمد انا طول الجيم بعدين وخرت عنكم. انا الصراحه اللي كانوا معاي يامي وابراهيم. ما صوت على برياض. شو دليلك؟ شنو دليلك قول لي؟ صح صح شنو دليلك يا ابو يوسف؟ كلام عبد الله وتحليلي. عبد الله يقول انتم كنتوا مع بعض وانا كنت مع احمد وبرياض وهديتهم. انت ايش رايك يا ابو رياض؟ اذا انا ما شفت احد وانا كنت قاعد ابي بنزين. انت كنت معي ومع احمد قبل تعبي بنزين. شنو كنت تسوي؟ بس قاعد اعبي مرتين رحت تعبي قبل لا تعبي. ابو يوسف انت شنو كنت قاعد تسوي؟ انا هديتهم كان معاي ومع احمد. شنو التاسك اللي قاعد تسوي؟ بروح اسوي مهام ما اعرف والله. وين بالضبط اي مكان؟ ترى ما اعرف اللعبه ما اعرف فيها ولا شيء. ليفلك 23 شو ما تعرف شيء. ليفلك 23 عندي كلام ابي اقوله. قوله قوله يا الكلام حق ياري وابراهيم. الحين صوت على واحد وبعدين صوت اذا ما طلع هو. ايه لانه ما كله كذي. ايه انا واحد فيهم. ايه واحد فيهم. ثلاثة بثرين يعني يطرد منه. ماي مستر يوسف. صدناه قاعد اقول لكم توهق ما يدري شنو. يا عمي انت ما صدته. ها؟ ترى هو صدق ما يعرف المهم. شو ما يعرف مهام؟ ما يعرف اسماء. على الاقل يقول الكهرباء انا سويت الوايرات على الاقل تشبيه مو الا الاسم الصجي. هو اساسا ما يسوي مهام كلش. ما يسوي مهام. لف 23 علموه. هاي مشكلتكم. انتوا الامبوستر بالصج. يا ابو يوسف فضحت نفسك. علي وين راح؟ والله. بس صدته الصراحة. يلا تعال دش. انا سيد هو انا عمام. you
اوب 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 سايكو. لا لا شوفوا بقول لكم شيء قبل ما يتكلم ابو عبيد. انا ابو عبيد سينا شفنا الجثه. ابو عبيد من هو؟ اللي هو دريم دريم جير. ايه صحيح انا وياك شفت بطق كان ويطق زين. وانا ويامي كنا بالسكيورتي. ايوه صح كنا بالسكيورتي. الجثه وين؟ الجثه وين؟ اعتقد يا لور شو اسمها لور الكتريك شو تسمونها لور انجن او لا اي لور انجن. يسار ولا تاء يمين؟ يسار كلش ابد. ويسار كلش. شوف ابو يوسف كان جاي من المكان هذا اللي احنا رايحين له انا وراحين. اي صح 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 انا شفت بالكاميرات اثنيناتكم انت ويا ابراهيم قاعد تتمشون تحت رايحين يسار وبروح ابو يوسف راح يمين. صح 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 والله والله ذكيه والله ذكيه والله ذكيه. كفو والله شباب. ابو يوسف ابو يوسف ابو يوسف ما فيها كل ابو يوسف ما يصير يا جماعه كل ابو يوسف. بس شوف بس شوف لحظه 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 شاب 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 انا صوت على ابو يوسف بس سوي لي احل الشغله. الجثه اذا كانت تحت يسار وكان قريب يمي برياض وصل عندي جاي من مكان الجثة معناته هو ما صاد الجثة. صح 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 برياض ابو يوسف السموح السموح انا صدق صوت عليك بس طلع برياض. يعني برياض برياض الاتهام عليه 80% ابو يوسف 40% بس برياض اكثر. انا برياض I'm sorry. صوتنا على ابو يوسف انا اسف بس برياض اسف. لا لا ما له شغل يا ابو يوسف ما له شغل ما له شغل. الحين احنا بنصوت. ابو يوسف يا نصاب ابو يوسف يا نصاب احمد ليش قلبت اخر شيء؟ انا لان شوي انكسر خاطري شوي لعب احساسي ضميري انفني بس للأسف خلاص مغذي لا تقول لي ضمير ما على طول. ضمير هذه. أوف. وضح نفسك بيوز مفروض ما تطلع. قوي والله.
شباب لازم بسرعة لازم بسرعة لا سويت بلاد من واقف عندك سجين ابو يوسف شاك فيني والله كان لا حقني من اول ايه باشا بالكم انتو سهلة اللعبة خليكم تتهاوشون ولا شيء طق شذيك سجين امورك طيب اه والله شكيت بالرياض لان لعبتها الاكسجين انا كذي اخدمك الاكسجين عشان برياض عشان تعرف مو بس هذا ترى لازم تلخبط معلوماتك يلا ابراهيم ريجوين ليش مو قاعد يطلع لي ريت ايوه شفت لا شفته لا ابو يوسف ولا يامي انا شفت جثه لما تطلع من غرفه الكهرباء يا عبيد يا ابو رياض على اليمين عند الباب لقيته ميت يا عبيد يا ابو رياض منو كان بهالمكان ما ادري كنت فوق انا كنت عند الكهرباء كنت قاعد كان عندي مهمه انا قاعد اسويها طلعت لا تشوف جثتها ميته بالممر ماكو دليل فبطل يسكب بس يا انت يا عبيد شو رايك يا شباب يمي يامي ويمي ابو يوسف بس اي صارت سهله بس راح نعرف واضحه الحين راح تكون انا وضحت اكثر تعال يا عبيد شفتك شنو صار غرفة الاكسجين غرفة هذا اللي تسكر الاكسجين زين انا دشيت جاي بسكر ولا شنو تشوف اشوفك انت تدش بالحشاكم الزبالة الفنت قصدك هذا ايه ايفنت شفته بعيني دافع عن نفسك برا شو اسمه سايكو قنعني راح اصوت على نفسي قنعني شايكم شباب شو قدام مي الحاج استسلم ما شفته هو يا يصب الله استسلم بسرعة زين بس ها والله بطل خلاص اي والله خلاص فم الله والله فم الله
كذي ما تنفع اذا كذي شويه. لا خمسه تصير خمسه تصير. احنا اربعه الحين. وين ابراهيم؟ ابراهيم يس. اي خمسه تصير عادي، خمسه تصير. I see you برياض، برياض صدتك وانت قاعد تذبح سايكو عند الاكسجين اللي فوق. صدتك الجثة توها طاحت، حاشت الارض والحبيب من حاش. بس برياض كنت قاعد اسوي هذا ما ادري. بصدقك انا. I believe you. صوت عليك يا امي. اي كفو كفو كفو. صوت على برياض. صوت على برياض لان متاكد مو يعني. هذه لعبته مالت الاكسجين. شو ذبحت قدامه ما ادري. سايكو بس كيل اكرمك الطيب. بس شو رايك فيني بس وانا صيده؟ مبين بعد مبين انه اخذ الفنت، مبين انه صعد الفنت بسرعه وصل هناك. عليكم السلام ورحمه الله، هلا امجد. لازم تدرس الوضعيه. الحمد لله تمام يا صديقي، كويسين. اي لا صدتك صدتك يا صديقي صدتك. مع انه مشيت انت بس ما شاء الله لاحظت. اشوف الشباب بعد الجيم اقول لهم ان شاء الله. بعد الجيم اقول لهم.
عاد الحين نشوف منو منو منو. انا الحين لازم اروح الالكتريكال. اتوقع راح في جثة. اتوقع في جثة. دريم كان جاي من هني. لقيته تحت طرف باب الالكتريكال ودريم كان موجود. صار له كم ثانيه موجود بالكاميرات. صبر اخويامي ترى ميوت. ايه قاعد اقول ان انا دائما انسى سالفه ميوت بخليه. المهم قاعد اقول انا لقيت برياض ميت عن طرف الالكتريكال على الباب وكان دريم موجود بغرفة الكاميرات. صار له كم ثانية بعد ما أدري يعني هو يمدي ولا ما يمدي والباقي ما في كان أحد موجود صوبي. فوين كنت أنت إبراهيم وين كنت أنت يا سايكو؟ أنا كنت على الكاميرات مع أحمد. ممتاز صحيح. أنا كنت بال كان وياك أحمد بجسم بعض. ما شفته أنا بالكاميرا بس أنا كنت وشفتك يا ميتي من فوق وتنزل وتطلع علينا وتنزل وتروح حق التريك. غريبة شلون ما لاحظتك انت مع دريم؟ حاط جسمي وراه. انزين ابراهيم تفضل. انا كنت طال عمرك قاعد اسوي التاسك. كنت في غرفة اللي تسوي فيها ابلود عقبها اسوي سوايب حق الكارت مال الوالت. كان يمين كلش صح شفته بالكاميرا. نعم صح صح. انا كنت صوب الكهرباء. انا خليت سايكو خليت صوب الكهرباء صح. انا شفتها هذا امر محير. شوف هو يعني اتكلم عنك امرك محير يشكك يعني ليش خلصت تاسكاتي ورحت اشوف الكاميرات لقيت احمد هناك اشيت جسمي ورا. شنو تاسكاتك انت سايكو؟ خلصت كلها دام. شنو مكانه بسرعه؟ سوايب كارد كذاب. اوكي داونلود اي داون رحت الكتريك سويت سايكو بطيء. سامحني سايكو وايد كان بطيء وايد بطيء سامحني. قاعد اتذكر ما يمزي يبين الحين يبين يا خسيس. منو ما سوى تاسك ماله؟ انا خلصت التاسكات. انا خالص وربيت خالص. منو اللي بقى؟ تفضل يامي. شنو يامي؟ يامي حبيبي حبيبي. انت ما كان عبد الله سجلها علي. لا ابراهيم ترى انت ذكي. لا 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 يغرك ابراهيم ترى انت ذكي. تري ليش؟ لان اذا صوتنا على عبد الله اسمع لان اذا صوتنا على دريم وحتى لو طلع مو انت اولريدي باي ديفولت فايز راح افوز.
اوكي سجلها على صوت على الاخ. عبيد كان يقول انا وياه بالكاميرا شلون؟ شوف عبد الله قال انا وياه بالكاميرا وانت رديت قلت اول مره وين؟ لا ما شفتك بعدين قلت اي ما قلت ما خلت نفسك مو بالكاميرا لان بالكاميرا ما شفته انا بالكاميرا من زمان. اول شيء قلت اي بعدين قلت لا لا انا ما قلت اي اول شيء قلت لا بعدين اي هذه لعبه منك يا حبيبي سجلها علي يا يامي سجلها واخذه امبوستر وعطني لو سمحت جائزه الاوسكار على ابو عبيد اني شلون صدته لانه قال اي بعدين لا او لا بعدين اي هو سمع يامي هو سمع يامي سمع يامي بالكاميرا يحكم عقله اي بس شايفني بالكاميرا انا من زمان بالكاميرات وصار لي اقول لك شيء يامي راح نحط على ابو عبيد راح ناخذ اتشيفمنت لان الكمبيوتر راح ينصرع شلون ابراهيم حقق بجريمته سجل ابراهيم لا ابراهيم انت قصدي دريم انت ايش رايك رايك شنو عبيد قال لك وتقول له ايش رايك شوف ما خلينا نتكلم ما خلينا نتكلم لا مو ما خليك تتكلم انا راح اعطيك انك تتكلم لا بس وقف وقف ابراهيم ابراهيم وقف خل دريم يسولف سولف ماشي عبيد شنو قال لك قال لك ان دشيت لقيت عبيد بالكاميرات خلاص انتهى الموضوع عمري عمري الكذب شلون شوي تكفى تكفى ارجوك ابي تعطيني تريننج عندك لازم اتدرب عندك صراحه انت انسان متمكن زين بسرعه عبيد سجلها علي دريم وما افهم شيء سجلها علي بوستر بطير الريال قال اي بعدين لا بعدين غير شوف انت صوت ضدي يامي حلو بس انت ما صوت لانه مقتنع لانه قال لك سجلها علي على ابونا رفيجي من زمان لا لا انت قلت ادري شنو قلت بدون دليل طردتوني بدون دليل والله يا ابو عبيد بالله انا قبل قلت اي بعدين لا شوف والله العظيم انا ترى قبل عبيد بالكاميرات صح بس هو داش هو قال ان انا مع ابو عبد الله انا قصدي يامي ما صوت ترى ما صوت شوف بقول شنو يامي ما صوت ما صوت انا قناعه يا امي ترى نسبيا ايه نسبيا ايه كنت شاك ابراهيم بالتصويت قطيتوني برا الطياره على ولا دليل على ولا شيء ولا الشباب اذا بتكمل شباب اذا بتكملون في واحد يقول بدش ويانا حياه خليد الامانه بس شباب معذره لا اي والله دوام والله باكر وانا بعد والله مو دوام بس بقعد الصبح ان شاء الله الخميس شباب اول نسهر باكر ان شاء الله نادي والله نادي قاعد اودي عيالي الله يعينك صبح خميس سهره حلوه للصبح قطيتوني برا الطياره برا الطياره وانا قطيتك انت قطيتني انت قطيتني انت ما في حبيبي انا كان طلع لي اتشيفمنت مكتوب عليه دريم جير انت قطيتني من الطياره وانا ما سويت شيء بس اللي يبدا بالمبوستك واحد بريد الصراحه شلون النار لا هذه سالفه الاكسجين شرقت سته شرقت كم كانوا خمسه وبقينا ثلاثه واثنين لا هذه فنان فيها مع علي ابد رحت خذيت الاغراض جيت ولا علي طب فيكتوري قاعد شنو سووا فيه